المكان اللي احنا فيه النهاردة هتحس فيه بعظمة التاريخ وإبداع المصري اللي بيعيد للقاهرة الخديوية رونقها، ومع كل تفصيلة معقدة أو تظن إنها معقدة فهي في الحقيقة بدأت من هنا بأيادي وأنامل مصرية وعيون فنية مبدعة. تعالوا نسمع ونتعرف منهم على تفاصيل الحكاية. أحمد عبد الرحيم، سني 43 سنة. إحنا عملنا أعمال زخارف معمارية زي ما حضرتك شايفة كده. الزخارف دي بنقوم بيها بتزيين البيوت والقصور والعماير. أنا وارث المهنة عن الوالد. هو طبعاً اختيار المهنة طبعاً عن حب، لأن أنا يعني أنا مواليد القاهرة الفاطمية، فطبعاً مروراً بقى باب الوزير وتحت الرابع كل ده القاهرة الفاطمية، لغاية لما نعدي شارع بورسعيد ننتقل بقى للقاهرة الخديوية. فطبعا كان من صغري عيني بتتغذى على الفن المعماري دوت، سواء كان من القاهرة الفاطمية أو من القاهرة الخديوية. احنا شغلنا من الصبح من الساعة 9 لغاية الساعة 7. طبعا ممكن يبقى في سهرات لما يبقى في ضغط شغل، فبنضطر ان احنا نعمل بنقول عليها في مهنتنا سهرة، ان هو بيبقى نص يوم، يعني بنشتغل مثلا 8 ساعات زائد 4 ديت لو في حالة عندنا ضغط شغل. كل الناس اللي بتطلب مني شغل هم اولا بيبقوا عشاق للكلاسيك، هم بيحبوا فن الكلاسيك، وطبعا بيبقى عينيهم متأثرة بسواء كان ناس سافرت بره أو ناس شافت الشغل دوت من صغرها زي حالاتي مثلا كده. في ناس كانوا بيدرسوا مثلا في مدارس راهبات أو الليسي أو المدارس اللي هي القديمة العتيقة ديت، طبعا دي كانت قصور والقصور دي تحولت لمدارس، فطبعا بيبقى دوت متسجل عندهم في اللاواعي، فبيأثر على اختياراتهم في المستقبل. فطبعا بيحبوا ان هم يقعدوا في اماكن زي الاماكن اللي هم شافوها وعينيهم اتغذت بيها من صغرهم، فبيجوا لي بقى اللي هم الناس اللي بتحب الكلاسيك دي. صعوبات المهنه اللي احنا بنقابلها دلوقتي غلو الخامات، لان طبعا الخامات رفعت جدا. احنا كنا الاول بنشتغل بالجبس بس، طرقت بقى على المهنه خامات حديثه زي البوليستر. طبعا دي ماده كيميائيه وهي اصلا ماده بتروليه بنستوردها. فطبعا الصعوبات اللي بتواجهنا هي غلو الخامات، وفي نفس الوقت برضو عزوف اليد العامله اللي في السن المتقدم في السن الصغير. المفروض المهنه دي اللي بيتعلمها من صغره، فطبعا كله دلوقتي بيدور على المكسب السريع، محدش عايز يبتدي ان هو يتعلم ويصبر على المرتب القليل في مقابل ان هو بعد فترة يبقى ياخد راتب كويس لما يتقن المهنة اللي احنا فيها دي. لا، دي ورشتي انا وشريكي، اتأسست من حوالي 15 سنة، وكنا احنا بنشتغل من الباطن لمقاولين تانية لغاية لما أسسنا المكان حاجة في حاجة ربنا كرمنا. يمكن اتسألت قبل كده بدأت بإيه، فقلت بدأت بشكارتين جبس، كانوا هم اللي ورانا واللي قدامنا، بس حاجة في حاجة كده ربنا كرم لغاية لما جه حد كده، وكانت يعني فنانة وكانت عاشقة للفن، وشافت بقى الموهبة اللي موجودة في الشباب الصغير دوت، وكانت والدتها معاها، فقالت لها أنا عندي إحساس قوي جداً إن الشباب الصغير دوت هيعمل لنا بيتنا. كان بيتهم فيلا في المنصورية، وفعلاً هيوصلوا للي احنا عايزينه، وكانت هي دي البداية. أنا من البداية المفروض إن أنا العميل بيتصل بيا بيقول لي أنا عايز أعمل شغل، فببتدي إن أنا أروح أشوف المكان وابتدي أختار. طبعاً إحنا عندنا يونت مختلف، عندنا
حاجة اسمها كابولي، عندنا حاجة اسمها فرنتون، عندنا حاجة اسمها كورنيشة، عندنا حاجة اسمها برمق. ببتدي ان انا اوجه العميل للاختيارات المناسبة للمكان بتاعه، دي اول مرحلة. بعد كده بخش على مرحلة التصميمات. التصميمات ديت ببتدي اديها للأويماجي، الأويماجي بينحتها، وبعد كده اوزع المهام على بقية الناس اللي موجودة في الورشة بتاعتنا. فيبتدي بقى بعد ما الأويماجي يطلع الموديل بتاعه، ياخدها صانع القالب اللي هو الرابر السيليكون، وبعد كده ياخد القالب الراجل اللي بيصب جوه القالب، بعد كده يطلع عندنا المنتج، وبعد المنتج بقى تبتدي مرحلة التركيبات. وانا يعني بعتبر، شفت حضرتك المخرج، المخرج بيعمل ايه؟ بيختار شخصيات. الشخصيات ديت بتتقسم لمحاور، في شخصية البطل وفي شخصيات ثانوية بتقوم بإبراز دور البطل. ما ينفعش يبقى كل اللي موجود أبطال. أنا نفس الموضوع، ببتدي أختار عنصر قوي، العنصر القوي دوت يبقى هو ده شخصية المكان، وتبتدي عناصر ثانوية أو يونت ثانوي يتحط يمين وشمال بحيث ان هو يقوم بإبراز دور البطل. كل عنصر موجود هنا كان في الأول مشروع فكرة، يعني كان في الأول فكرة بنتكلم عليها وبنحلم ان احنا نشوفها على أرض الواقع، فكانت كتل صماء من الجبس أو من الخشب، وبعد كده اتحولت للمنظر الجميل اللي حضرتك شايفاه دوت واللي بنتمتع بيه من خلال بقى طبعا الرسم ومن خلال النحت، وبعد كده بقى نشوف في الشكل موجود على الطبيعة المنظر اللي بيمتعنا الجميل ده. اختيار الخامة غالبا بيبقى اختيار المهندس مش اختيار العميل، لان المفروض ان في ما بيني وما بين العميل غالبا بيبقى في مهندس. المهندس بيبقى بيحط التوصيف للخامة اللي هو عايزها، وبناء عليه احنا بنعمل الخامة بناء على طلب المهندس. وطبعا الشغل لما بيتعمل للإندور للداخلي غير لما بيتعمل للأوت دور، فطبعا الخامات بتختلف واختيارها بيبقى بناء على طلب المهندس. طبعا البوليستر بيمتاز ان سريع الانتاج، رغم ان هو غالي في التكلفة لكن ممكن نعمل منه اعداد كتير في اليوم. الجبس ممكن بياخد وقت اطول شوية، وبعد كده يليه اللي هو الجي ار سي اللي هي الالياف الخرسانية المسلحة اللي بتتكون من الرملة وبتتكون من الأسمنت، والصوف الزجاجي اللي هي أداة التسليح اللي بتبقى موجودة جوه الرملة وجوه الأسمنت. طبعا ده ممكن الصبة بتاعته تقعد، الصبة الواحدة تقعد يوم كامل، في حين ان ممكن نعمل من البوليستر مثلا مقابل الصبة الواحدة ممكن نعمل قصادها 10 صبات من خامة البوليستر. فيعني هو في ممكن ننتج منه كتير، لكن هو طبعا بيبقى سعره اعلى. في البدايه خدت مكان، وكان بدانا زي ما قلنا كده بشكارتين جبس، فكان طبعا المكان حيطانه فاضيه، فانا لو جالي حد هوريله ايه في المكان يعني. فطبعا كان المطلوب ان اي حد بيجيلي بيبتدي ينقوا اختياراته من المعروضات اللي موجوده على الحيطه او من سابقه اعمالنا اللي هو شافها عند حد من أصدقائه او شافها في الشارع وهو ماشي. المفروض يكون لنا سابقة اعمال سواء في مكاننا او بره المكان. فطبعا البداية كنا بنحلم ان احنا نعمل اعمال فنية لينا احنا، ترضي ذوقنا احنا، وبناء عليه لما ترضي ذوقنا غالبا هترضي ذوق العميل. فكنا بنعمل قطع فنية حابين ان احنا نعملها لذوقنا ونعلقها، نبتدي نعلقها، وبعدين بناء عليه تيجي بقى اختيارات العميل لما يجي. اما دلوقتي فالحمد لله مش لاقين مكان نحط فيه المعروضات بتاعتنا. وجود القدوه ده طبعا حاجه مهمه جدا. الحمد لله طلعنا لقينا قدوه، الوالد كان قدوه، وكان حد برضو الحاج ابراهيم عبد المنعم برضو من القدوات اللي الواحد شافها في المهنة. كان طبعا هو سابقنا سنا وسابقنا في الخبرة، ف يعني طبعا وهو برضو عمل ليه سابقة اعمال كبيرة في مصر، فاتعلمنا برضو منه. فوجود القدوة ده حاجة مهمة جدا، لذلك احنا بنطمح في وجود جيل ووجود مدرسة نقدر ان احنا ننشئها
الدولة تساعدنا على كده، خاصة ان اتجاه الدولة دلوقتي في ان هي بتشجع الصناعات الصغيرة وبتشجع ان احنا نصدر بره بلدنا. احنا موجودين في حي شعبي اهو، والحمد لله الشباب اللي موجودين بيشتغلوا دول يعني كانوا ممكن ان هم يبقى ليهم سلوك منحرف، كان ممكن ان هم ما يبقاش ليهم مهنة، كان ممكن ان هم يبقوا عاطلين، لكن بفضل الله وجود الحرفة ديت في المكان ديت في المكان دوت خلت الشباب دوت يتعلم حرفة. الحرفة ديت احنا بنعمل منها منتجات، المنتجات دي نجحنا من احنا نصدرها إيطاليا ونصدرها فرنسا ونصدرها أمريكا. القالب دوت بيطلب مننا لأن بيبقى فيه زملاء في المجال دوت بس في دول مختلفة، فبيطلبوا منا القالب اللي هو اتصنع أصلا عندنا، اللي هو المفروض صنع في مصر. لما نبص على الموضوع بقى من فوق مش هنقول عندنا، هنقول ده اتصنع في مصر، بنصدره لأوروبا وبنصدره لكل أنحاء العالم. كنت عايز برضو أقولك كان في فنان روسي كان على الانستجرام جايب صورة لمنتجاتنا وكاتب وعامل مقارنة ما بين منتجاتنا وما بين منتجات روسيا حاليا، وبيقول ان احنا اللي صدرنا المعرفة، احنا كروسيا اللي صدرنا المعرفة وصدرنا. احنا طبعا العمالة عندنا بتختلف ما بين العمالة اللي موجودة في الورشة وما بين العمالة اللي موجودة في الموقع. المفروض ان العمالة اللي موجودة في الورشة دي بتقوم بالتصنيع وبعد كده بننقل المنتج بتاعنا للمواقع، سواء كان الموقع فيلا، سواء كان الموقع قصر، سواء كان الموقع مكان، ايا كان المكان يعني. فالورشة هي اللي بتبتدي بالتصنيع، فعمالة الورشة بتختلف عن عمالة الموقع. طبعا الأجازة موحدة يوم الجمعة، وطبعا الشغل بيبقى عندنا 8 ساعات على اختلاف الورشة، ممكن يكون فيها سهرات، لكن طبعا المواقع ما بيبقاش فيها سهرات، بيشتغلوا فيها 8 ساعات. اغرب حاجة طلبت مني بقى كان مثلا من فترة كبيرة، اكتر من 10 سنين او تقريبا من 10 سنين كده، اللي هو طبعا انا بشتغل كلاسيك، فكان طالع في البداية ان اللي هو السيمي كلاسيك او ان انا اخلط المودرن مع الكلاسيك، فكان ده طلب غريب بالنسبة لي لاني انا طلعت عارف ان الكلاسيك دوت زيه زي الخيل العربي كده، لازم يكون ليه اصول وهو ذات نفسه مصنف، يعني في منه انواع، في منه الويكانز، في منه الويكاتوبز، في امبير، في راكوكو، في ارت ديكو، في ارنيوفو، طبعا يعني طرز كتير. فكان ان انا ادخل المودرن مع الستيل، انا رفضت الفكره تماما وقلت له لا ده مستحيل اعمل كده خالص. فلغايه لما قال لي بس اصبر بس انا كده هعمل تصميم وهوري لك التصميم. فالمهم شفت التصميم فاستحسنت الموضوع ولقيته ان هو كويس فعلا. وبعد كده بقى يعني بقى موضوع اللي هو خلط المودرن مع الستيل خلاص بقى موضوع دلوقتي شائع من ساعتها لغاية دلوقتي. ممكن يجي شباب صغير هم موجودين وساكنين في المكان حوالينا، طبعا بيبقى بيبان من صغره وهو حابب اللي هو المهنة ديت، يعني ببتدي ألمح فيه هو ميال لأنهي جزء في المهنة، لأن المهنة عندنا أقسام، فممكن يكون هو ميال لجزء عن جزء أو بيعرف يعمل حاجة وأميز من حاجة تانية. فطبعا أنا دوري إن أنا المفروض إن أنا بكتشف الموهبة ديت فيه وابتدي أوظفه في المكان المناسب ليه ومناسب لقدراته. أكتر حاجة كانت طبعا أول ما جات لي على قد ما فرحت على قد ما كنت ألوق، لأن دي كانت تعتبر مسؤولية وهو أعمال مجلس النواب، إن إحنا نعمل مجلس النواب. فلما دخلت طبعا كان مطلوب مننا إن إحنا نعمل الحيطان الكبيرة ديت والأماكن الكبيرة ديت، وطبعا أهمية المكان بالنسبة لبلدنا وأهمية وعيون كتير قوي هتبقى عليه، وبنقابل فيه شخصيات بتجينا من برا مصر،
فكان على قد فرحتي على قد ما كانت مسؤولية، وكان همي ان انا نفسي اشوف العمل ده قبل ما يخلص، وكان حلمي ان انا اشوفه يعني افضل حاجة انا عملتها. وطبعا لما اتعمل كنت فرحان بيه ومبسوط بيه جدا كسابقة اعمال لينا، وكحاجة انا شخصيا بفتخر بيها وحاجة يعني بعتز بيها جدا. احنا عملنا اعمال كتيرة جدا في دمياط، ودمياط طبعا لان هي بلد مصنعة للكلاسيك، وطبعا بتصدر الكلاسيك، فطبعا المعارض الاساس الموجودة هناك بتهتم جدا بتزيين المبنى بتاعها من الخارج بعناصر كلها تكون من الكلاسيك. فطبعا انت هنا قدام اختبار صعب جدا، لان انت موجودة قدام عميل فاهم كويس قوي كل تفصيلة انت بتعمليها، وعينه شافت كتير، ومعظمهم برضو سافر برا وبيعمل اعمال مميزة جدا وفنية جدا وبيصدرها لبرا مصر. فطبعا يعني المهني الدمياطي مهني محترف في الكلاسيك وفاهم كلاسيك كويس جدا. فطبعا ده كان اختبار صعب ان انت تصنعي، وانا طبعا قاهري، وان تصنعي الحرفة ديت لأهل الحرفة الموجودين. فطبعا دي كانت حاجة ممتعة جدا بالنسبة لي، وأول عمارة أنا عملتها أو أول معرض أساس أنا عملته كنت مبسوط جدا إن أنا عملته، لأن قبل العائد المادي الفنان دايما يهتم بالعائد المعنوي. فطبعا العائد المعنوي ليا لما بشوف أعمالنا وهي موجودة في أرض الواقع بعد ما كانت ورقة على تصميم، وبعد ما كان حاجة بتداعب بخيالنا ونشوفها على أرض الواقع، طبعا دوت عائد معنوي، لأن أعمالنا يعني كلنا هنمشي وأعمالنا أطول من أعمارنا. فإحنا بنعتبر كل عمل إحنا بنعمله هدية لبلدنا وهدية للأجيال اللي جاية تقف وتبص وتستمتع بيها. فطبعا دي مسؤولية احنا دايما بنكون حريصين ان احنا نأدي الأمانة على اكمل وجه.